سالو تو الموند، كنتمنى تكونوا بخير. دونك غادي نشرح لكم هذا البلاغ الصحفي اللي كان خرج شحال هذه، يعني احنا نشوفه في افريل وتعاود يعني في هذه السيمانه هذه، ان الوزير بن موسى عاود هضر على هذا الموضوع هذا. دونك غادي نشوفوا واش هاد الهضره هذه واش بصح كاينه ولا كانت كاينه فوقاش غادي تكون. دونك حنا نشوفوا كل شيء كيف ما شفتوا هنايا، يعني هذا البلاغ الصحفي تقال شحال هذه يعني في افريل ابريل. هنا قالك الشرف في الغاء اللغه الاجنبيه الاولى، بما ان في المغرب عندنا الفرنسي هي اللغه الاجنبيه الاولى، اللغه الفرنسيه، وتعويضها باللغه الاجنبيه الثانيه الانجليزيه يعني ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. ولكن ولا هو عاود هضر في واحد الندوه صحفيه، غنشوفوا يعني الهضره ديالو شنو قال، واش هذا الخبر يعني صحيح ولا غير بلاغ مفبرك، يعني هذه الهضره ما كاين منها حتى شي حاجه. حنا غادي نشوفوا، نحاول نعطيكم انايا كتابه واضحه من غير هذه المذكره باش تبان لكم كتابه مزيان مزيان بحال هكا باش كلشي يكون واضح. دونك اعلن شكيب بن موسى وزير التعليم الاولي والتربيه والتكوين والرياضه ان وزارته، يعني ان الوزاره ديالو كدرس واحد الموضوع، يعني الامكانيه ديال واحد الموضوع، واش ممكن هذا الموضوع يطبق في المغرب وفوقاش غادي يطبق، ويشوفوا يعني الظروف اللي تناسب الجميع، يعني الامكانيه ديال تدريس المواد العلميه مستقبلا. حنا نشوفوا التاريخ من بعد باللغه الانجليزيه، ان هاد السيونس والمات والفيزيك اللي كتقراهم بالفرنسي غادي يوليو بالانجلي. هنا كاين اللي عيعجبو الخبر، كاين اللي عيلقى مشكل، ديجا هو كيعرف الفرنسي. ولا ولفتوا على انكم كتسمعوا الاسئله وكتشوفوا المصطلحات بالفرنسي غادي يتبدلوا عليكم، كاين اللي اصلا ما ضابطش الانجلي. يعني حنا نشوفوا يعني اللي ما عندش حل اللي ما لها مكانه مهمه في العلوم، بالاضافه الى تاكيد القانون الاطار، يعني تا التربيه على الاهتمام باللغات خاصه الانجليزيه، يعني مع الوقت ان لونكلي غادي تبقى تدخل غتولي هي اللغه الاجنبيه الاولى. ولكن واش المغرب غيبقى خدام بفرنسي كما بحال هكا في ادارات في اي حاجه، ولا غادي يتبدل الوراق؟ كلشي غادي يتبدل. واوضح بن موسى خلال ندوه صحفيه حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي، يعني في هذا الاطار انه كان هضر على الدخول المدرسي، كان انه جا زار المدينه ديال سيدي سليمان وسيدي قاسم. دونك ومن بعد دار واحد الندوه واطر المدارس، شاف الدخول المدرسي يعني باش يكون نجاح ديال الدخول المدرسي. دونك هنا المواضيع التي اللي زعما عليها الطالب اللي كيشوفوا بزاف الناس، كاين اللي قال هذا الخبر مزيان، كاين اللي قال لا. واضاف الوزير انه في اطار المشاورات يعني ملحقش واحد الخطه غادي يديروها ني شنو يديروها حتى يشوفوا نسبه النجاح ديالها، يتم تدارسها، يعني غادي يدرسوا هذا الشيء اللي باغين هما. سيعتمد المغرب الانجليزيه، يعني انه يعتمد لونجلي، راح تبقى الفرنسي كما هي، غير هما المواد غيتبدلوا لتدريس المواد العلميه، لكن قبل ان يتم تهيئ الظروف المواتيه. يعني فين هو التاريخ باش يقول لك شي واحد لا راه تبدا؟ مازال ما كاين حتى شي حاجه من هاد الهضره هادي، ولا حدو شي تاريخ، كلشي كذوب. يعني هما قالوا هالفكره حطوها غنشوفوا نسبه النجاح ديالها وانها فكره زوينه مزيانه، ويشوفوا الظروف المواتيه، يعني يشوفوا الظروف اللي تناسب وضمان جوده التعلمات الاساسيه قصد انجاح. يعني ماشي غيحكوا يديروا شي حاجه اللي وسجل بن موسى انه اصبح من الضروري الانفتاح على ما يجري في العالم واللغه الانجليزيه، زعما ما بقاوش حنا غير المغرب كيعتمد غير على اللغه الفرنسيه، نزيدو نفتحو حتى على اللغه الانجليزيه، هي مفتاح هذه العمليه. دونك شي حاجه هي كتابه واضحه باش ما نقراش لكم كل شيء، كاين بزاف، انا زدت لكم غير المعلومات الاساسيه. ان المهم هما هادشي اللي كيقلبوا يقول لكم شي واحد التاريخ فوقاش ما كاينش. دونك نكملوا اخر حاجه تكتبات باش تبقاو نتوما مرتاحين، للي باغيها اللي ما باغيهاش باش تبقاو مرتاحين، وتكون عندها واحد يعني واحد نسبه نجاح. كنتمنوا انها هي حاجه زوينه ان حتى الانجليزيه ويشوفوا يعني تمكن تلاميذ من الانجليزيه، وكذلك الرفع من عدد الاساتذه، مضيفا انه يتم التفكير ايضا في اليات اخرى من اجل تعزيز تدريس اللغه الانجليزيه. يعني هما باش غادي يعطيونا واحد الحاجه ماشي غادي يعطيوها عشوائي، حتى يدرسوها مزيان ويوفروا الشروط كامله باش العمليه باش هاد العمليه هذه تنجح. يعني ما حتى اللي كان خايف شي واحد ما يكون عنده حتى شي تخوف، يعني التطبيق ديالها ولا فوقاش راه مازال ما قالوش، حتى يدرسوا هادشي مزيان.